حول العنف ضد المرأة لا سيما المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، تنضم إلينا دكتورة ميسون النباهين مديرة أكاديمية ستاردوم للدراسات والأبحاث. دكتورة أهلا بك. أهلا بك دكتورة. في اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، في القلب من هذا الكلام المرأة الفلسطينية لا سيما التي تعاني في قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوما، هل لك وأنت امرأة وأكاديمية أن ترفعي لنا واقع المرأة المصرية في الغزاوية في قطاع غزة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعني أنا بشكركم على هذه الاستضافة. أهلا فيك. طبعا يعني ممكن نتكلم عن أو اللقاء أو الحوار اللي أجريته مع الأخت اللي حاليا أنا عم بسمع لها الكلام اللي تحدثت فيه، هي بلغة بسيطة بلغة موجزة وصفت الحالة أو وصفت الحالة العامة للمرأة الغزاوية التي تعيش داخل قطاع غزة. يعني أنا أحدث حضرتك، أنا من غزة، ممكن أكون تارك غزة من 3 سنوات، لكن أنا عشت الحروب من بدايتها إلى حرب 2014. كانت أصعبها وأشدها علينا أو على أهل غزة عامة حرب 2014، ولكن الآن عندما بدأت هذه الحرب أنا كنت أتحدث مع أهلي، كنت أتحدث مع بعض الصديقات، كنت أتحدث مع بعض الأقارب، قالوا لي أن هذه الحرب يعني هي بمثابة أو كأنها جمعت كل الحروب أو كل المآسي التي حدثت في الحروب السابقة، يعني الحروب السابقة كأنها لا شيء. فالحرب اللي هو طوفان الأقصى هي طبعا بالنسبة لوضع المرأة أو وضع الأطفال تحديدا، يعني حضراتكم لاحظتوا أنه أكثر تركيز أو كان التركيز الكبير كان في عمليات الاغتيال، في عمليات القصف كانت بالنساء والأطفال. يعني كنت أنا بتساءل يعني أنه الحرب قامت للقضاء على حماس، طيب هؤلاء الأطفال أو هؤلاء النساء ماذا بهم؟ أو هؤلاء النساء والأطفال هل هم مثلا مجندين عسكريا حتى يتم قصفهم؟ ويعني في بعض الدراسات بتقول أنه زمان أو قبل حرب 2000 حرب الحالية اللي موجودة اللي حرب طوفان الأقصى، كانت دائما في أي حرب النسبة الأكبر بتم قتل الرجال. تمام؟ في الحرب الأخيرة، في الحرب الأخيرة ما يقارب 3000 طفل وتقريبا يزيد عنهم نساء، يعني تقريبا 67% من ال 14000 شهيد هم نساء. طيب طبعا هذا وانه الحرب الموجودة حاليا او الأحداث اللي صارت هي يمكن أعداد النساء اللي استشهدت فيها هي بالست حروب أو الخمس حروب اللي أنا عصرتها أو عشتها داخل قطاع غزة. الوضع كارثي، وبالتالي المرأة في قطاع غزة تعاني عدد كبير من التحديات. دكتورة ميسون، في الظروف الطبيعية المرأة بشكل عام عمود من أعمدة البيت، إذا عوج هذا العمود يحدث خلل كبير في الأسرة، لكن عندما نتحدث عن امرأة تعاني من هذه الحرب المستمرة في هذه الظروف العصيبة ومطلوب منها عدد من الواجبات وأمامها عدد من التحديات، كيف لها أن تواجه هذه التحديات في مثل هذه الظروف؟ طبعا أستاذ حسني، أنا لما أجي بدي أتكلم أو بدي أحكي عن عمود البيت أو بدي أحكي عن أساس البيت، أنا حتى الشخص هذا أو الكائن هذا والذي يتمثل في المرأة الفلسطينية حتى يستمر في الحياة أو حتى يقدر يكمل ويكافح ويؤدي الرسالة على أكمل وجه لابد من مقومات، لابد من وجود مقومات تساعده في إكمال الطريق وفي تأدية الرسالة. فبالتالي العدوان الإسرائيلي الغاشم والأخير على قطاع غزة هو للأسف خلق حالة من الخوف، حالة من الذعر، خلق يعني بدي اقول لك انه في الكثير من الاسر او النساء فقدنا ازواجهن، والكثير من الازواج فقدن نساءهن. فالمراه الان
يا اصبحت بدون زوج او الزوج اصبح بدون امراه. فانا حتى اتكلم عن بيئه او اتكلم عن تاهيل او اتكلم عن المراه لازم تقوم بواجبها، لازم اوفر لها الامكانيات. وطبعا الامكانيات لا تخفى عليكم، في قطاع غزه معدومه. امس انا تحدثت مع صديقتي، طبعا من بدايه الحرب لم اتحدث معها ولم اعرف عنها شيئا، مجرد ما وجدت الماسنجر موجوده اتصلت فيها لاطمئن. فقالت لي جمله اثرت في كثيرا، قالت لي يا ميسون الحياه بغزه غير صالحه، مع العلم انه الاخت هذه تحديدا وضعها المادي ممتاز جدا، ويعني فما بالك بالناس اللي ما عندهمش، او النساء اللي ما عندها مقومات الحياه. حضراتكم بتعرفوا ان قطاع غزه يعاني من فقر شديد، نحن محاصرون منذ 16 عاما حصار من القريب والغريب. فبالتالي الحياه في غزه معدومه، الحياه في غزه مش بس للمراه، الحياه على المستوى العام معدومه. حتى استاذ الكريم من يعمل ومن يشتغل ومن يحصل على راتب في اخر الشهر هو سيصل الى هذه المرحله، وقد يكون استلف او يكون وقع في المزيد من الديون. نعم، وذلك لان اسرائيل هي المتحكمه للاسف أكيد. وهي محاصره هذا القطاع منذ عام 2007. راينا على مدى الايام الماضيه عدد من الفيديوهات لعدد من السيئات، وهن يقومون ببعض الادوار البطوليه سواء في معالجه الجرحى او حتى في التخفيف عن الناس او توجيه الرسائل، رسائل الصمود والتثبيت، او حتى من يقومنا بعمل عيد ميلاد او الزفاف بشكل معين. هذا الابتكار، او نستطيع ان نقول ان في الظروف الغير عاديه كما في الحروب لابد ان يكون هناك حلول غير عاديه وهناك ابتكار. الى اي درجه تعتقدين ان هذه الابتكارات يمكن ان تخفف من وطأة ما يحدث هناك، او على الاقل تاتي ببصيص امل في الوقت الحالي لان هذا هو المتاح للاسف؟ يعني هي صراحه هي رسائل من اهلنا واحبابنا في قطاع غزه انه نحن نحب الحياه مثلكم. يعني انا كنت ارى التعليقات على الفيسبوك من اخواننا العرب انه ما هذا الجبروت، ما هذا، انه احنا ما شفنا شعب بهذا الجبروت وبهذه القوه. يا جماعه نحن مثلكم، نتالم ونتوجع، وعندما ينقصف لنا بيت نحن نحزن، لانه البيت عباره عن مجموعه من الذكريات، عباره عن مجموعه من الحياه، يعني هو عباره عن الحياه بالنسبه لاهل قطاع غزه. الشخص او الرجل او المراه عندما يقوم ببناء هذا البيت هم يعني يجلسوا سنوات عديده وطويله في سبيل انه يكون عندهم هذا البيت. فبالنسبه لنا يعني حتى يعني ابسط الامور يعني صعبه، او الاشياء اللي انتم بتشوفوها على الاعلام او الاشياء التي ترون عبر الاعلام هي في سبيل انه نحن نعشق الحياه، نحن نحب الحياه، نحن مستمرون ونريد ان نعيش. نحن ارادتنا صلبه، لن تكسر ولن تهدم. والا استاذ الكريم يعني ما استمر الشعب الفلسطيني الى يومنا هذا 75 سنة ونحن نكابد الاحتلال جيل عن جيل، وجيل يتشرف جيل. يعني كانت مقولة انه سياتي يعني سيموت الكبار وينسى الصغار. نحن حضراتكم كما ترون عبر وسائل الاعلام اطفالنا يعني يتحدثون باشياء قد لا يتحدث بها الكبار، عن القضية الفلسطينية، عن الثبات، عن الثوابت، عن الاقصى، عن القدس. فنحن شعب تشربنا هذه الأشياء في حياة أمهاتنا. نحن نحاول من خلال ما ترونه نوصل رسالة، عن يعني هي رسالة حب لأحبابنا ورسالة غيظ لأعدائنا ولبني صهيون. نحن مستمرون وسنكون. طيب دكتورة ميسون، المنظمات الدولية التي تعنى بالمرأة وحقوقها وتكافح العنف ضدها، لماذا لم نسمع لها صوت ملموس على الأرض
في هذه الحرب وأكثر الذين يموتون من الشهداء وكذلك المصابين في هذه الحرب إما من النساء أو حتى من الأطفال؟ أستاذ حسني، أنا يعني بداية على مستوى الشخصي، وهذا حديث أغلب أهل غزة، نحن لا نؤمن بالكثير من المؤسسات الدولية، كلها مؤسسات مسيسة، كلها تسير وفق أجندة سياسية معينة، لأنها بالنهاية تتبع أمريكا وإسرائيل. للأسف 50 يوما وقطاع غزة يعيش تحت، دعني أقول، الزنانات الإسرائيلية. إحنا بنحكي عن طائرات الاستطلاع، الزنانات الإسرائيلية تحت القصف المدفعي بالدبابات. هذه الأمور يعني لا يعني ما مش بس الغرب اللي كان بيتفرج، للأسف بعض العرب كانوا يتفرجون. فالقضية إنه ما بتقدر أو ما بتقدر تقول ليش أنت أو ليش أنت كأوروبي أو ليش أنت كمنظمة دولية ما تعاطفتي معانا، لأنه هم بنهاية عندهم أجندة سياسية تتبع لأمريكا وتتبع لبني صهيون بيصيروا عليها. للأسف تمنيت أن أجد مؤسسة دولية حيادية تقول كلمة الحق وتقول، يعني تشبعنا منذ الصغر على منظمة الأمم المتحدة، على المنظمات الدولية حقوق الإنسان. أنا شخصيا منضمة لثلاث جمعية مؤسسات دولية في حقوق الإنسان، ومعي حتى بطاقة عضوية مسكتها ومزاتها. يعني شيء مؤسف، شيء مخجل. فبالتالي الشعب الفلسطيني أخذ على نفسه أنه يستعين بالله عز وجل ومن ثم بالرجال الموجودين داخل قطاع غزة. أما تقول لي منظمات، تقول لي مؤسسات، تقول لي جاريات، هذا كله أثبت. يعني في جملة حكاها أحد الأشخاص، قال غزة كشفت سوءة العالم، عرفتنا من هو الإنسان ومن هو غير الإنسان. أنا لا أصنف مسلم أو كافر، أنا بتكلم عن الإنسانية هنا. ودليل بعض الأوروبيين وبعض الأمريكان اتخذوا مواقف صارمة وطلعوا بالشوارع بأمريكا وقالوا لا للحرب، وفي ناس أسلمت. ونحن نشكر الله عز وجل أن أهل غزة كانوا سبب في هذا، كثير ناس دخلت بالإسلام بسبب صلابة أهل غزة. فبالتالي يعني إن صح التعبير يعني لا نعترف بأي طيب دكتورة طيب دكتورة، أخيرا ما هي رسائلك للمرأة الفلسطينية وكذلك للمرأة بشكل عام في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدها؟ بالنسبة لبداية المرأة الفلسطينية، أنا بوجه رسالة للمرأة الفلسطينية عامة والمرأة الغزاوية خاصة، أن كوني كما أنت، صانعة الرجال، مربية الأجيال في سبيل تحرير المسجد الأقصى. استمروا، أنا متأكدة وكل يقين إنه نساء غزة مش محتاجات أي رسائل، لأنه زي ما قلت لحضرتك نحن تربينا وترعرعنا على هذا النهج أو هذا المبدأ. بالنسبة لنساء العالم، يعني يا ريت تتخذوا من نساء غزة قدوة ومثل حتى نستطيع تحرير القدس، لأنه بالتأكيد أهل غزة لن يستطيع وحدهم تحرير الأقصى أو أهل فلسطين. فبالتالي أيتها الإمرأة، اهتمي بالتنشئة الإسلامية، بالتربية الإسلامية لطفلك، علميه وشربيه حب القضية وحب فلسطين، لأن فلسطين ليست ملكا للفلسطينيين، فلسطين هي قضية إسلامية. وعراقنا مع اليهود هو ليس عراق دولة، لا، إحنا عراق مقدسات، عراق ثوابت، هذا مصر النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا. مديرة الأكاديمية ستاردوم للدراسات والأبحاث الدكتورة ميسون النبهين، كنت معلقة معنا على اليوم العالمي للعنف ضد المرأة. أشكرك شكرا جزيلا.